السلام عليكم. طلاب الصف الثالث، نكمل حل الأسئلة الوزارية في دورها الثاني لسنة 2021. الأسئلة نصا من الكتاب مع تغييرات بسيطة، راح أشير إلى التغييرات اللي موجودة في الأسئلة. السؤال الأول وصلنا هنا، كملنا الأجزاء الأولى من عنده، الأول والثاني الفروعة، وصلنا للسؤال الثالث الفرع بي. السؤال الثالث الفرع بي يتضمن مسألة حوض سباحة، حوض سباحة يزيد طوله على مثلي، لاحظ هنا كلمة مثلي، عرضه بمقدار 4 متر، بمقدار 4 متر، ومساحته 48 متر مربع. ما أبعاد الحوض؟ ما أبعاد الحوض؟ مسألة من الكتاب نصاً. الملاحظة الأولى في هذا الموضوع أنه يتطلب من عندنا رسم أولاً، معرفة الشكل الهندسي وقوانين الأشكال الهندسية. من أقرأ السؤال، طول، لاحظ كلمة عرض، معناه الشكل شنو نعدي؟ مستطيل. فهذه الملاحظات البسيطة اللي تمثل أدنى المسائل، الغاية على الطالب أن يعرف كل تفاصيلها، ثانيا يرسم الشكل الهندسي حتى يحصل معلومات أدق. أرسم السؤال بهذا الشكل، هذا مثل عندي الطول، هنا مثل عندي العرض، لاحظ بهذا الترتيب المعلومات أخذها من السؤال نصا أفصلها بهذا الشكل. المعلومة الأولى حوض سباحة يزيد، كلمة يزيد أتركها بالبداية، أجي طوله يزيد على مثلي عرضه، إذن أبدأ من العدد الأصغر اللي هو العرض، هنا العرض وهنا عندي الطول، أين الشكل؟ هنا عندي مساحة المستطيل، مساحة المستطيل. هاي المعلومات البسيطة عندما يستخرجها الطالب راح يحصل نتائج صحيحة. أبدأ العرض أفرضه إكس، إذا فرضت العرض راح يكون عندي الطول معلوم. يصير الطالب هنا يكتب نفرض العرض، نفرض العرض يساوي لنا إكس. بعد ماكو فرض ثاني ما يحتاجنا الطول، إذا الطول أقرأ السؤال بشكل صحيح، لاحظ عندي كلمة مثلي عرضها مرتين يعني 2 إكس، الطول 2 إكس بعد، ويزيد عليه بمقدار 4، إضافة زائدا 4، في الحالة هذا هو عندي الطول. الطول يعادل مثلي العرض ويزيد عليه بشقد؟ 4. هذا الفرض الأول وهو الفرض الأسهل ويعطي نتائج هنا موجبة. لاحظ أكو فرض أيضا آخر، هسه حصلت المعلومة الأولى والثانية، عرفت الطول والعرض. المساحة عندي 48، مساحة المستطيل حرف أي بالإنجليزي؟ مساحة المستطيل تساوي لنا الطول في العرض إكس مضروب في قوس 2 إكس زائدا 4. المعلومات اللي بالعربي للتوضيح، هنا عندي العرض وهنا مضروب في الطول، الطول في العرض العملية إبدالية. هاي الفكرة الأولى، إذن فرضية للعرض، للطول استنتاج، قانون المساحة أعوض عنه 48 تساوي 40، 48 تساوي هنا نفتح القوس خاصية الضربة التوزيعية، لاحظ بهذا الشكل صار عندنا 2 إكس تربيع زائدا 4 إكس، حصلنا معادلة من الدرجة الثانية أس 2، لاحظ. فالطريقة الحل مالها متعددة، أبسط طريقة هي طريقة التجربة اللي راح نحل بها السؤال هسه.
الخطوة اللي بعدها أنقل العدد 48 للطرف الثاني، أي أن نجعل الطرف الثاني يساوي صفراً، يصير عندنا 2 إكس تربيع زائداً 4 إكس ناقصاً 40 48 يساوي صفر. نقل وترتيب، نقل وترتيب. لاحظ الملاحظة الثانية أن المعادلة تقبل القسمة على الجد على 2، تقسيم 2، فرسل عندنا إكس تربيع إكس تربيع زائداً 2 إكس 48 تقسيم 2 24 يساوي صفر. إشارة الحد الثالث سالبة، نستطيع أن نحل السؤال بالتجربة تحليل. أيضاً طال عمرك تقسيم 2 بهذا الشكل اختصار، هنا تحليل، تحليل بالتجربة، الناتج يساوي صفراً. الإكس تربيع جاي من إكس في إكس، الأربعة وعشرين أكثر من تحليل تحتاج، اللي أريد أحتاجه هنا هو أن يكون الفرق بيناتهم 2، هو 6 في 4، 6 في 4 حتى يكون الفرق بيناتهم 2. الإشارة للأكبر موجبة اعتماداً على إشارة الحد الوسط، لاحظ، للأصغر سالب، لأن الإشارة السالبة تأتي من موجب في سالب. راح يصير عندي أما إف إكس زائداً 6 يساوي صفر، أنقل للطرف الثاني ومنعتها أحصل أن الإكس يساوي لنا سالب 6 يهمل، لأن الطول أو العرض لا يمكن أن يكون بمن؟ بالقياسات السالبة. أور القوس الثاني اللي هو إكس ناقصاً 4 هو اللي يساوي صفر، أنقل للطرف الثاني أحصل أن الإكس يساوي لنا 4 متر. أرجع للسؤال، الإكس يتمثل عندي الأرض، بعد ما يحتاج أكتبها بعد هنا. الطول نحتاج إلى تعويض، الطول يساوي 2 مضروبة في 4 زائداً 4. الطول هو عبارة مثلي العرض 2 في إكس زائداً 4، ومن أتى أحصل 8 زائداً 4 ويساوي لنا 12 متر. هذا بالنسبة للطول. التأكد من صحة الحل، تحقيق بسيط جداً، تحقيق. بالبداية كتبت هذا القانون، مساحة المستطيل شو تساوي لنا؟ الطول بمن؟ مضروب في الأرض. عندي هنا الطول 12، الأرض 8، راح يصير عندي 12 في 4 يساوي لنا 40، 48 متر مربع. هاي المساحة مضبوطة، لاحظ بهذا الشكل. أيضا كل سؤال ينحل بأكثر من طريقة، وهذا هو الفرض الأسهل. هناك أيضا حل آخر، وذكرت أن في أكثر من فيديو أن أسئلة الكتاب تحل بأكثر من طريقة، وهذا الحل هو الأسهل. هناك أيضا حل آخر، مو أقصد به يعني طريقة التحليل، لا، الفرضية أيضا فرضية ثانية. ننتقل للسؤال رقم 4. السؤال الرابع، أجب عن فرعين، أجب عن فرعين، على الطالب أن يختار الفروع الأسهل أو اللي يقدر يسيطر عليها ويحصل بها درجة. الفرع الأول، الفرع أي، يقول إذا كان الأف تطبيق، إذا كان الأف تطبيق من مجموعة الأعداد الطبيعية وإليها، من أن إلى أن، قاعدة الاقتران أف أوف إكس تساوي لنا 5 إكس زائداً 2، 5 إكس زائداً 2، هاي القاعدة الأولى. هناك تطبيق ثاني، وأن جي أيضاً تطبيق من أن إلى أن على نفس المجموعة الأعداد الطبيعية، قاعدة اقتران هذا التطبيق جي أوف إكس تساوي لنا إكس زائداً 3. المطلوب هو أكتب أولاً F تركيب G of X، معناه التطبيق بالرموز، لاحظ التطبيق أول مرة بمن؟ بالرموز. ثم جد، ثم جد ال F تركيب G للثلاثة، F تركيب G للعدد 3، مطلبين موجودات في السؤال. التطبيق الأول تطبيق مركب بالرموز، ثم تطبيق آخر بالأرقام. طريقة الحل، الحل ضمن الخطوات، التطبيق المركب F تركيب G، F تركيب G of X يساوي ال F تنتظر
ناخذ تركيب جي اوف اكس، ناخذ بهذا الشكل. الاف تبقى تنتظر، ناخذ قاعدة اقتران هذا التطبيق جي اللي هي اكس زائدا 3، اكس زائدا 3. لاحظ الاقواس كبيرة اصبحت اقواس صغيرة. الاكس زائدا 3 قاعدة الاقتران تعتبر عنصرا في التطبيق الثاني اللي هو تطبيق اف، فكل عنصر ينضرب فيه 5 وينضاف له 2، 5 في اكس زائد 2. هاي الاكس لاحظ اعوض عنها قاعدة الاقتران بهذا الشكل، اسهل طريقة. صار عندنا اكس زائدا 3. بعدها نحتاج الى عملية التبسيط اللي تتمثل عندنا بفتح الاقواس وجمع الجبري للحدود المتشابهة. راح يصير الناتج عندي 5 اكس توزيعية الضرب بهذا الشكل، وخمسة في ثلاثة 15 زائدا 2. الصورة النهائية هي 5 اكس زائدا 17، وهنا الطالب هالحالة حصل على نصف الدرجة، 5 خطوات كل خطوة بدرجة واحدة. لإيجاد صورة العنصر 3 في هذا التطبيق المركب نكتب بهذا الشكل F تركيب G للعدد 3. العملية صار عملية تعويض، صار 5 مضروبة في 3 زائدا 17 بهذا الشكل، عملية تعويض. لاحظ بهذا الترتيب. بعدها 5 في 3 15 زائدا 17. بعدها جمع جبري للحدود المتشابهة، 15 زائد 17 صار 32. 32 الحل يجب أن يكون عن طريق الخطوات، ليس هناك اختصارات مبسطة حتى الطالب يتعود يحل أي سؤال حتى وإن كان صعب. هذا بالنسبة للفرع أي من السؤال رقم 4. الأسئلة من الكتاب، ملاحظات بسيطة، طالب إذا كان قاري بشكل صحيح يقدر كله يجاوب عليها، الفروع يختار الأسهل للحصول على درجات أعلى. الفرع بي، الفرع بي جد مجموعة حل النظام، جد مجموعة حل النظام في R في مجموعة الأعداد الحقيقية. لاحظ بيانيا الحل بطريقة الرسم، X ناقصا Y يساوي لنا 1 هي المعادلة الأولى، و X زائدا Y يساوي لنا 3 هي المعادلة رقم 2. ملاحظة، الحل يجب أن يكون بالطريقة البيانية، ليست الحذف ولا طريقة التعويض. أي حل آخر غير الطريقة البيانية الطالب يعطى صفرا بالامتحان الوزاري. في هذه الطريقة نكون جدول لكل معادلة. طريقة الحل نكون جدول، جدول ما يحتاج أيضا خطوط بهذا الشكل، قيمة X قيمة Y، هنا X فارزة Y، وهذا الموضوع مر على الطالب حتى بالصف الأول والثاني. طريقة المدخلات والمخرجات نفس الفكرة، فكرة متقدمة أيضا. بعدها هنا راح أختار قيم للمتغير X للحصول على قيم للمتغير Y بالتعويض بين في المعادلة الأولى. على الأقل نختار نقطتين، كل نقطتين تمثل عندنا مستقيم. الاختيار الأول الطالب هنا عليه أن يختار أرقام بسيطة ويتجنب الكسور والجذور، اختار العدد صفر في المعادلة الأولى. لاحظ تبسيط أيضا هنا حتى الطالب يشوف العملية شلون تتم. راح يصير عندنا صفر ناقصا واي يساوي لنا 1، يصير عندنا سالب واي يساوي لنا 1، الواي تساوي لنا سالب 1. لاحظ أكتب النقطة صفر سالب 1. نقطة ثانية أختار هنا العدد 1، راح يصير الجواب مالنا 1 ناقصا واي يساوي لنا 1. انقل الواحد للطرف الثاني، راح يصير سالب الواي سالب 1 ناقصا 1، راح يصير سالب الواي يساوي 0، يصير عندي 1 0. اذن نقطتين كافية لتمثيل المستقيم الاول. لاحظ بهذا الشكل. ننتقل للمستقيم الثاني، اختار ايضا نفس الترتيب، هنا قيم اكس وهنا واي، وهنا النقطة X فارزة Y، يعاد كتابة الجدول والتبسيط أيضا بالجانب.
أيضا اختار صفر في المعادلة الثانية، راح أرد صفر زائدا واي يساوي لنا 3، من عندها حصل الواي تساوي لنا 3 بهذا الشكل. أختار الواحد وأشوف صورة الواحد، راح أسعد واحد زائدا واي يساوي لنا 3، أنقل الواحد للطرف الثاني راح أسعد 3 ناقصا واحد فالواي تساوي لنا 2. واحد اثنين نقطتين للمستقيم الأول، نقطتين للمستقيم الثاني. هنا يجب أن يكون الرسم بالمسطرة أيضا بشكل دقيق، لأن هنا العملية هي عملية رسم. صيغة السؤال حل النظام بيانيا أي بطريقة الرسم، فما يجوز هنا الحل باليد بعدين هنا ما يحصل نتائج صحيحة لقراءة السؤال. يجب على الطالب استخدام هنا المسطرة. المسطرة أيضا بها تقاسيم صحيحة، أي تقسيم يختاره صحيح بشرط أن يكبر الرسم حتى تكون الصورة واضحة. أرسم النظام الإحداثي، لاحظ بهذا الشكل، محور السينات، محور الصادات، قسم هذا النظام إلى تقسيمات متساوية لهب بهذا الشكل، والأفضل أن نعتمد تقسيمات المسطرة نفسها. النقطة الأولى قيمة x صفر سالب واحد، اختار لون آخر. النقطة الأولى قيمة الاكس بها صفر، هاي هنا صفر وسالب واحد للأسفل، هاي نقطة نطبق على المحور نفسه، النقطة هي صفر وسالب واحد. النقطة الثانية واحد صفر، واحد من الاكس واي صفر، هاي نقطة هي واحد صفر. بين النقطة الأولى والنقطة الثانية بالمسطرة أوصل بيناتن أحصل على المستقيم الأول. النقطة الأولى والثانية راح يصير بهذا الشكل على امتداد المسطرة. هذا مثل عندي المستقيم رقم واحد L1. أي كتابات لهذا الجواب كله بالرموز بهذا الترتيب. انتقل للمستقيم الثاني سقط باللون الآخر. النقطة الأولى صفر ثلاثة، هاي هو الصفر، ثلاثة للأعلى، واحد اثنين ثلاثة، النقطة اللي هي صفر ثلاثة. النقطة الثانية واحد اثنين، هذا الواحد هنا اثنين، الارتفاع كل مقابل النقطة، هذه النقطة واحد اثنين. أوصل المسطر بين النقطة الأولى والثانية، لاحظ بهذا الشكل. راح مثل عندنا المستقيم الثاني. هذا هو المستقيم الثاني L2. نقطة التقاطع هي مجموعة الحل. S تساوي مجموعة الحل. حل النظام معناه قوس داخل أزواج مرتبة. أقرأ هذه النقطة من النظام الإحداثي. يجب قراءة هذه النقطة بشكل صحيح. نجي نقرأ النقطة، لاحظ وياي. صفر واحد اثنين من النقص. للأعلى واحد، إذا النقطة هي اثنين واحد. بهذا الترتيب. توزيع الدرجة يكون عندنا هنا. لاحظ كل نقطة درجتين كتابتها وصورتها. يصير عندنا 4 4 2، هالشكل توزع الدرجة لمجموعة الحل. تستحق من عندنا درجتين لأن هي القراءة النهائية للناتج. نقطة 2 1.
والطالب أيضا إذا أريد تأكد تأكد بها طريقة يستخدم الحذف التعويض للتأكد من صحة الحل وبطريقة بسيطة. ملاحظة، لاحظ أحذف موجب واي سالب واي راح أحصل 2 اكس يساوي لنا 4، أقسم على 2 أحصل أن الاكس يساوي لنا 2، أعوضها في هذا المكان راح أستعد واي يساوي لنا 1، إذا النقطة مضبوطة 2 1. هذه الطريقة وفكرة الحل. السؤال نص موجود في الكتاب، بس هنا في هذا الموضوع اختار الطريقة البيانية، وأكثر المدارس يقولون لهم الطريقة البيانية ما تجي بالامتحان. الأسئلة الوزارية 2021 في الدور الثاني، ماكو شيء اسمه ترك. إذا ما تحددت التربية الأسئلة المتروكة لا يجوز المدرس أن يترك فد مواضيع معينة، يتركها للطالب يجاوب عليها. سؤال آخر، الفرع سي في هذا الفرع جد ناتج ما يأتي، جد ناتج ما يأتي، القوس الأول عملية ضرب في القوس الثاني اكس ناقصا 1 مضروبة في اكس ناقصا 4. لم يحدد طريقة الضرب أبدا. على الطالب هنا أكثر من طريقة موجودة. أولا الطريقة التوزيعية وهي الطريقة الأفضل والأسهل، يعني يكون السؤال الحل بهذا الشكل على شكل مجموعة من الخطوات. الاكس تضرب في القوس راح يصير عندنا اكس قوس اكس ناقصا 4، سالب 1 أيضا يضرب في القوس سيدنا سالب 1 قوس اكس ناقصا 4. نوزع القوس الأول على القوس الثاني. التوزيعية الثانية الحد الاكس يضرب بالأول يضرب بالثاني، سالب 1 أيضا مع الإشارة يضرب بالأول والثاني، وأحصل من هذا الناتج اكس تربيع اللي هي اكس في اكس، وعندنا اكس في 4 صار عندنا 4 اكس، عندنا سالب 1 في اكس صار عندنا سالب 1 اكس، عندنا السالب في السالب موجب 1 في 4 4. إذن في الخطوة الثانية حصلنا حاصل الضرب بالخاصية التوزيعية صار عندي 4 حدود، 2 في 2 4 حدود. عندنا حدود متشابهة الحدين الثاني والثالث، صار عندنا جمع جبري للحدود المتشابهة. اكس تربيع ما حد يشبهها تنزل، سالب 4 وسالب 1 صار عندنا سالب 5 اكس زائدا 4. هذا هو الناتج على شكل 3 خطوات. طريقة ثانية استخدم الطريقة العمودية أيضا صحيحة ويجوز الحل بهذه الطريقة بهذا الترتيب. حل آخر SOL صار عندنا X ناقصا 1 مضروبة في X ناقصا 4. طريقة الضرب أشير لها بالأسهم نفس اللي سويناها بالأعلام بس بالطريقة العمودية، راح نضرب بهذا الشكل بالضبط مشابه إلى فكرة حاصل ضرب عددين في عددين. X في X صار عندنا اكس تربيع، الاكس في سالب 1 صار سالب 1 اكس، عندنا سالب 4 في اكس صار سالب 4 اكس، نترك مرتبة. لاحظ عندنا السالب في السالب موجب 4 في 1 4، الاكس تربيع ما حد يشبهها تنزل، سالب 1 وسالب 4 صار عندنا سالب 5 اكس زائدا 4. لاحظ نفس الناتج. طالب آخر يستخدم الطريقة السريعة، حل آخر بطريقة ثالثة، هذا الحل الثاني. الحل الثالث راح يكون بهذا الترتيب، الطريقة بالشكل التالي. الأول في الأول X تربيع راح يكون ناتجي مثلا خطوة واحد X تربيع، القريب في القريب والبعيد في البعيد ونجمعهم صار عندنا سالب 5 X، الثاني في الثاني يصير زائدا 4، ويكون الجواب هنا بخطوة واحدة. الطالب يشعر هنا أقل خطأ تروح من عند الدرجة. فالأفضل هي الطريقة التوزيعية، الطريقة الأفقية أو طريقة الضرب العمودية اللي هي مجموعة من الخطوات الطالب يحصل عليها تقسيمات درجة. أما إذا حل بخطوة واحدة وصار عنده خطأ هنا راح الدرجة ما تكون صعبة في التقسيم. هذا بالنسبة للسؤال رقم 4 في 3 فروع، حلينا فرع من الجزء الأول. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.